الصدقه على ذوي الارحام تعد من صله الرحم؟ الثنتان يعني الصدقه على القريب الكاشح او الفقير الكاشح الفقير يعني القريب اللي هو ذوي الرحم يعني ثنتان صدقه وصله صدقه وصله. وانت رايح عند اختك وانت رايح عند عمك وانت رايح عند اخوك وانت رايح عند ولو باقل القليل مش صدقات هدايا كما قلت ان لم يكن يعني هناك صلات ماديه فلتكن الصله بالكلمه الطيبه فلتكن الصله بابتسامه رقيقه بابتسامه صادقه نابعه من القلب فلتكن ببشاشه وجه فليكن باتصال بين الفينة والأخرى للاطمئنان. لكن مع الأسف الشديد يعني وقع كثير من أحبابنا في هذا المنزلق منزلق القطيعة ظنا منه أنه بقطيعته يكون قد انتصر.